اليوم الدراسي الهدف ديالو هو اخراج النظام الاساسي للاساتذه المبرزين حسب الاتفاق ديال 26 جانفي بين الوزاره والنقابات الاكثر تمثيليه، والذي يطمح الى اعطاء وانصاف الاستاذ المبرز، لان المشكل ديال الاساتذه المبرز عمر طويلا على ما يزيد 40 سنه تقريبا منذ انشاء الاقسام التحضيريه في المغرب، وكذلك الدفعه الاولى للاساتذه المبرزين خريجي مراكز التدريس. فالاستاذ المبرز بقى بدون نظام اساسي محفز ومنصف لهذه الفئه، والتي تتميز او تحتوي اطر عليا ذات كفاءه كبيره جدا، وبالتالي نطمح كأساتذة مبرزين لأن بدنا بعض الأحوال يخرجوا التقاعد بدون أن يروا هذا القانون الأساسي الذي سينصفهم، وبالتالي نحن نطمح مستقبلا لإنصافنا وإعطائنا حقنا. وكذلك هناك واحد المفارقة التي يجب أن أنبه إليها الجميع من المسؤولين ومن رائعة، وهي أن الأساتذة المبرزين الذين يعملون بأقسام التميز التي خلقت حادثا يتقاضون أجر يفوق أجر أستاذ مبرز مرتين، وكذلك في ظروف عمل جد جد حسنة. ولذلك نطالب الوزارة والحكومة بإخراج النظام الأساسي للأسد المبرزين في أقرب الأجل، وكما وعدت في آخر سنة 2024. اليوم كنعقدوا يوم دراسي حول الأوضاع ديال المبرزين وكذلك التبريز في المغرب. طبعا كاين جوج مستويات ديال النقاش، أولا الأوضاع اللي وصلت لها الأقسام التحضيرية ويعني كل المستويات البوست سيكوندير، وكيف انه في اطار دفاعنا دائما عن المدرسه العموميه، كيف انه نكون قوه اقتراحيه في هذا الجانب ديال الرفع من المستوى ديال الاقسام التحضيريه وديال كل يعني المستويات البوست سيكوندير، لانه هي جزء اساسي من تكوين ديال واحد النخبه ديال الاطر في المغرب. وكانت يعني المغرب دائما عنده الرياده وخاصه في المؤسسات العموميه. اليوم كنشوف واحد التوجه نحو القطاع الخاص بشكل كبير والدعم ديال القطاع الخاص، فدفاعنا على المدرسه العموميه اقتضي انه نكون قوه اقتراحيه من اجل اعاده الاعتبار للاقسام التحضيريه من داخل المؤسسات العموميه. المستوى الثاني والاوضاع ديال المبرزين، لانه باش نأهلوا الاقسام التحضيريه والبي تي اس وغيره من لابد من استاذ مبرز محفز معباء من خارج في هذا المشروع هذا. وبالتالي كان اتفاق مع وزاره التربيه الوطنيه انه يكون نظام اساسي خاص بالمبرزين، يكون كذلك اعاده النظر في المنظومه ديال التبريز بشكل عام. فطبعا هذه القضايا هي اللي غادي نناقشوا، واليوم غادي يكون كذلك الموضوع ديال النظام الاساسي ديال المبرزين جزء اساسي من النقاش، باش انه تكون عندنا مقترحات لوزاره التربيه الوطنيه من اجل تفعيل الاتفاق اللي وقعناه في 26 جانفي 2023.